أسابيع بتوقيت القدس الشريف، نشرة مفصلة للأنباء من الميادين نبدأها بالعناوين. تمديد فترة الاقتراع في الانتخابات التشريعية في سوريا، والأنظار تتجه إلى أداء مجلس الشعب الجديد. الاحتلال يعتقل محافظ القدس مجددا، ونادي الأسير يحذر من اعتداءات الاحتلال على الأسرى المرضى وبينهم كمال أبو وعر، ويطالب بالتدخل لإنقاذهم. وزير خارجية إيران في بغداد: المحطة الأولى وقفة أمام موقع استشهاد سليماني والمهندس ورفاقهما، وتشديد على أهمية قضيتهم وعلى حماية سيادة العراق. مجلس الدفاع الوطني المصري يؤكد الالتزام بحل سياسي للأزمة الليبية، ووضع حدا للتدخلات الخارجية، ويشدد على سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن في ليبيا. مرحبا بكم. نبدأ السابعة من سوريا، حيث تم تمديد الاقتراع على الانتخابات التشريعية لأربع ساعات مقبلة. وتنضم إلينا من دمشق مديرة مكتب الميادين ديما نصيف. ديما، دعينا في آخر الحيثيات والتفاصيل، ولا سيما تمديد عملية الاقتراع لأربع ساعات في الانتخابات العامة في سوريا. يعني هذا التمديد يأتي ربما بعد أن كانت المشاركة إلى حد ما يعني ضعيفة نسبيا بسبب ربما ارتفاع درجات الحرارة العالية جدا، أو حتى ربما بسبب إجراءات كورونا وتحفظ بعض الناخبين عن المجيء إلى مراكز انتخابية. ويعني ربما إذا ما كان هناك تمديد لساعات أخرى خلال المساء يكون هناك نسبة إقبال أكثر. طبعا الإقبال كان متفاوتا راميا بين مركز وآخر ومنطقة وأخرى، هناك بعض المراكز التي سجلت إقبالا كثيفا إلى حد كبير، هناك بعض المراكز التي كانت أقل. كان لافتا في هذه الانتخابات بأن الإقبال كان كبيرا نسبيا في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة السورية، وهذا مؤشر يعني لمزاج الأهالي الذين يقطنون تلك المناطق، سواء المناطق التي تتقاسم فيها السيطرة الدولة السورية مع القوات الكردية قصد، أو حتى المناطق التي تمت استعادتها في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية أيضا، وأيضا في المناطق التي يعني أيضا التي تتقاسم بها السيطرة الدولة السورية مع المجموعات المسلحة. وهذا كان أمرا لافتا لأن الحضور كان مهما في تلك المناطق، غير يعني الحضور لأبناء هذه المناطق النازحين إلى مدن أخرى في سوريا، مدن قريبة طبعا ووضعت لهم صناديق الاقتراع. هي طبعا يعني الانتخابات التي يراهن عليها أن تكون نسبيا أفضل من غيرها، نظرا للانتقاد الشديد والاستياء الشعبي الكبير الذي كان للدور التشريعي السابق. ربما يراهن على أن تكون أو من يصل إلى البرلمان هذه المرة يعني يؤدي أداء مختلفا. كان هناك أيضا حضور الرئيس الأسد والسيدة الأولى في الانتخابات، رسالة مهمة جدا لجهة المشاركة والتحفيز على هذه المشاركة. وأيضا طبعا الوزراء الذين شاهدناهم طيلة النهار، الذين تعاقبوا على التصريحات السياسية بما يخص هذه الانتخابات، وخاصة لأن هذه الانتخابات تأتي في ظل يعني وضع ربما يخشى من وجود كثافة في مراكز الاقتراع بسبب أزمة كورونا. طيب، تبقي معنا ديما ونتوسع وإياك مع شبكة مراسلين في هذه المتابعة لآخر التطورات على صعيد هذا اليوم الانتخابي في سوريا. ينضم إلينا أيضا من العاصمة دمشق الزميل محمد الخضر مراسل الميادين، وأيضا الصحفي أيهم مرعي منضم إلينا من الحسكة في شمال شرق سوريا. محمد، هل من تفاصيل يمكن أن تضاف لسير العملية الانتخابية، لا سيما في الساعات هذه يعني التي سبقت التمديد، وكيف يمكن أن يكون المشهد المرتقب ما بعد التمديد؟ رامية، قبل قليل تحدثنا إلى رئيس اللجنة القضائية العليا المستشار أحمد سامر زمريق.
سير هذا العمل الانتخابي طيلة هذه الساعات وصفها بالجيدة دون أن يعطي نسبا، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى أرقام من المراكز الانتخابية 15. هناك معطيات رقمية واضحة من دمشق وريفها، لكن تحتاج إلى استكمال من باقي المحافظات أو باقي المراكز الانتخابية. حتى الآن هناك من يتوافد للإدلاء بصوته المركز وفي مراكز عديدة داخل العاصمة دمشق من أصل 1089 مركزا، لكن الوصول أو تحديد مثلا هذه النسبة أو هذه المعطيات الرقمية حتى الآن لا يوجد مثل ذلك. كانت العملية في ساعات الصباح بالفعل باهتة وبسيطة، لكنها تحسنت في ساعات بعد الظهر. ربما هذه الساعات الأربعة لإعطاء فرصة لكل من يود المشاركة في هذا الاستحقاق، أو ربما لتحسين النسب المشاركة في هذه العملية، خصوصا أن القرار كان لافتا أنه يشمل كل المراكز وكل المحافظات، لم يعطي لمركز محدد أو لم يعطي حتى ساعة واحدة، أعطى لمدة أربع ساعات وهي أقل من السقف المحدد بالقانون بخمسة ساعات كما هي نص قانون الانتخابات. طيب محمد، سأبقى معك بشكل سريع لو سمحت. العملية الانتخابية عندما تنتهي مع الوقت الممدد، كيف تتم الآلية ما بعد ذلك؟ احتسابا بالأصوات، إعلانا للنتائج؟ يتم في كل مركز بمركزه يتم الإحصاء الأرقام والأعداد المتقدمين، وتفتح الصناديق في هذا المكان بحضور المندوبين وبحضور طبعا ممثلي اللجان القضائية الفرعية، ثم بعد أن تجمع الأصوات في هذه المراكز تؤخذ إلى اللجنة الفرعية في كل مركز انتخابي، ويصار في مرحلة متقدمة لإرسال هذه النتائج إلى اللجنة القضائية العليا ليتم إعلانها بشكل رسمي ومباشر وعلى وسائل الإعلام الرسمية. طيب تبقى معنا محمد، وينضم إلينا أيضا خالد سكيف مراسل الميادين منضم إلينا من حلب. خالد، لو تصف لنا المشهد حيث أنت، يعني ما قبل التمديد وما بعد التمديد. نعم، بالإمكان وصف ما يجري الآن. يعني هو الإعلان بتمديد الساعات الانتخابية إلى الساعة 11، يعني أربع ساعات ما بعد السابعة. طبعا كان مقرر من إغلاق الصناديق، لكن ربما هو تراجع عدد الإقبال للأهالي من أجل الانتخابات أدى إلى تمديد هذه الانتخابات. وربما المشهد بخلفي يعني يؤكد هذا، أو ما يجري في معظم مراكز الانتخابية في حلب وريفا. كانت قبل الساعات كان هناك إقبال كبير من عدد من الأهالي، لكن الساعات الأخيرة كان هناك تراجع من إقبال الأهالي إلى مراكز الاقتراع، ومن ثم أدى ذلك ربما إلى تمديد الانتخابات إلى الساعة 11. بالإطار العام يعني الانتخابات ما زالت تجري. بالنسبة لمدينة حلب أيضا، في مركز أو مجلس محافظة حلب أو المدينة قامت بعمل مركز تجمع لإحصاء عملية الاقتراع بعد فرز الأصوات من أجل تحضيرها للإعلان وتمهيدا لإعلانها طبعا في الغرفة المقابلة. وأيضا كنا قد يعني أشرنا إليها في النشرات السابقة بأن حلب جاهزة من أجل إعلان طبعا الإحصاء أو الأرقام التي ستفوز في الانتخابات خلال يعني الساعات القادمة أو ربما غدا. لكن بالنسبة للإقبال يعني بالإمكان وصف يعني بالإطار العام بأن هناك تراجع من بأرقام ويعني وفود أهالي مدينة حلب من أجل في المراكز خلال الساعات الماضية. نعم. ربما نظرا لتأخر الوقت، أو ربما أيضا نتيجة يعني طبعا إقبالها في ساعات الصباح. طيب خالد، أنت تطل من مدينة لها خصوصية على أكثر من مستوى، وحتى في هذه الانتخابات بمشاركتها ما بعد تحريرها عام 2016، وكذا بالنسبة للحسكة التي أيضا تكتسي أهمية وخصوصية، أشارت الزميلة ديما نصيف لجانب من ذلك، حتى بالنسبة لمشاركة الأهالي في تلك المناطق وتداخل أيضا حضور وسيطرة اللي قصد على بعض المناطق. وهنا أنتقل إليك زميل أيهم مرعي الصحفي منضم إلينا من الحسكة. لو تنقل لنا الصورة إن كان في الحسكة أو في المناطق التي يمكن أن يعني يمكن نقل متابعة منها في شمال شرق سوريا في هذا اليوم الانتخابي. نعم رامي، يعني كباقي المحافظات كما أشار يعني زملائنا، يعني حالة الإخبار على المراكز تراجعت يعني بسبب ربما السبب الرئيسي وارتفاع درجات الحرارة. يعني كانت هناك ذروة في درجات الحرارة اليوم، تشهد سوريا مرتفعا عاليا، ومنطقة الجزيرة السورية سجلت 45 درجة حرارة. طبعا هذا يعني أتاح للسكان من خلال قرار اللجنة القضائية لي يعني يعني الخضوع إلى مراكز الانتخابات في أوقات تكون فيها درجات حرارة تخفض، وبالتالي هذا يتيح الفرصة لكثير من السكان وخاصة في المناطق الخارج عن سيطرة الدولة السورية. يعني كان هناك كما تحدثنا في رسائل سابقة إقبال واضح من السكان في المناطق
سيطرة قسد، أقبلوا من عدة أرياف ومناطق في المحافظة ربما حتى في المناطق البعيدة. السبب هو يعني وجود الكثير من المرشحين من تلك المناطق المشاركين في هذه الانتخابات، سواء كان من المستقلين الكرد أو من العشائر ومن غيرهم، وبالتالي هذا التمديد بطبيعة الحال سيتيح لهؤلاء السكان في الوصول أيضا بأعداد أكبر إلى المراكز الانتخابية، وإتاحة الفرصة للكثير منهم لممارسة حقهم الانتخابي، خاصة أن قسد لم تسجل أي حالة منع للسكان في الوصول إلى هذه المراكز الانتخابية، ولم تتدخل على الاطلاق في هذا في هذه القضيه. طبعا هذا الكلام ينطبق حتى على ريف الرقه المحرر الرقابه لسيطره الجيش السوري، وايضا محافظه دير الزور، نتحدث هنا عن مدينه دير الزور ومدن رئيسيه كالميادين والبسمال، والتي ايضا اقبال واضح من السكان والتي تشارك ايضا لاول مره بهذه الانتخابات منذ العام 2012 بسبب طبعا سيطره داعش على اجزاء واسعه من تلك المناطق حينها، لكن اليوم هذه المناطق تعود بمشاركه فاعله، ربما كما تحدث زميلتنا ديما ان هناك مزاج شعبي واضح خاصه في المناطق التي تخلصت من حكم تنظيم داعش وعادت الى سياده الدوله السوريه، وبالتالي ربما هي تريد. وهذا ايهم له دلاله ومعنى تصر على ابرازها الدوله السوريه من خلال صيروره العمل واستمرار اجراء هذه الانتخابات في مواعيدها ومواقيتها. واسمح لي هنا انتقل مجددا لزميله ديما نصيف، انطلاقا من ذلك ديما، هل لنا ان نضع امام نقطتين ولو بشكل سريع؟ انطلاقا من القانون الانتخابي، عملية المنافسة بالنسبة للمرشحين، أي صورة للبرلمان سنرى اعتبارا من التوقعات من القوى السياسية، وأي تحديات تعتبر في الأولوية أمام هذا المجلس؟ يعني طبعا كما درجت العادة بشكل سريع جدا رامية، تعرفين مجلس الشعب السوري نصفه أو نصف المقاعد فيه من أصل 250 هي للعمال والفلاحين، والنصف الآخر لما يسمى ببقية فئات الشعب. قائمة الوحدة الوطنية أو ما كان يسمى بقائمة الجبهة الوطنية هي قائمة غالبا يعني يذهب أغلب يعني أو كل من يكون ضمن هذه القائمة ليدخل إلى البرلمان، وطبعا نحن نتحدث عن عدد تقريبا يتجاوز 182 يعني مرشحا، وبالتالي التنافس هو على 67 مقعدا تقريبا من بين المستقلين. ضمن هذه القائمة كان لافتا أولا حضور نسائي، هناك كوتا نسائية نسبيا أفضل من بقية الدورات التشريعية، وهناك حضور كبير نسبيا أيضا لمن هم مسرحين من الجيش أو محاربين القدامى الذين يعني يطلق عليهم هذه التسمية، وهذا أيضا معطى جديد في هذه الدورة. وجوه جديدة، يوجد وجوه جديدة ويوجد أيضا وجوه عرفها السوريون في الدورات السابقة. هناك ربما حضور للنخب، حضور للشخصيات القانونية، وهذا ربما يستدعي بأنه يعني يفترض لهذا المجلس أن يكون لديه حراك قضائي عفوا قانوني وتشريعي أفضل من الدورات السابقة، وخاصة في ظل الظروف التي تعيشها سوريا بالمنع أو بالمعنى عفوا بالمرشحين المستقلين. هناك حضور كبير جدا لرجال الأعمال، وربما أيضا هذا يكون سلاح ذو حدين، قد يكون هؤلاء يعني مؤشرا على أنه قد يدخلون أو يعني يستطيعون أن يحدثوا حراكا داخل المجلس من خلال أنشطتهم الاقتصادية أو الزراعية أو التجارية، وقد يكون هناك من يريد فقط مظلة هذا المجلس وحصانة هذا المجلس التي يحتاجها رجل الأعمال بشكل عام. هذه أمور يعني حتى الآن مؤشرات في بداياتها، نحن يعني يجب أن ننتظر الأيام المقبلة كيف سيكون أداء هذا المجلس، لكن في يعني في المزاج العام أيضا وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، أعتقد بأن هذا المجلس سيكون مراقبا ومراقبا بشدة لدى الجمهور السوري الذي بات قوة ضاغطة وفاعلة في تغيير الكثير من القرارات أو في يعني جر المجلس أو حتى الحكومة السورية لاتخاذ قرارات تناسب الشعب أكثر من قرارات يعني كانت تتخذ ويتم التراجع عنها. شكرا جزيلا لك ديما نصيف، مديرة مكتب الميادين في دمشق، على مروحة المعلومات والمعطيات التي وافيتنا بها من العاصمة السورية دمشق. وكذا بالنسبة لزميلنا محمد خضر مراسل الميادين من دمشق، والصحفي أيهم مرعي معنا من الحسكة، والزميل خالد سكيف مراسل الميادين معنا من حلب. شكرا جزيلا لكل ما قدمته لنا في هذه التغطية والمتابعة المتواصلة للانتخابات التشريعية السورية.
إذن يواصل السوريون الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب، وقد أدلى الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد بصوتيهما في المركز الانتخابي بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية. وفي الأثناء رأى وزير الإعلام السوري عماد سارة أن المشاركة في الانتخابات التشريعية أكبر دليل على تماسك الشعب السوري. من جانبه أكد وزير الإدارة المحلية السوري حسين مخلوف أكد أهمية الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشعب في محطة مهمة انتصرت فيها سوريا في الحرب على الإرهاب وتواجه اليوم الحرب الأمريكية على الدولة والشعب السوريين. هذه المشاركة هي أكبر دليل وأكبر رسالة على أننا متماسكون، نلتف حول الجيش والقيادة السورية، وأؤكد على رسالة مهمة بأن ما لم يتم الحصول عليه عن طريق العسكرة لن يتم الحصول عليه عن طريق صناديق الاقتراع. طبعا اليوم مشاركة الشعب السوري بهذا الاستحقاق وهذا الإقبال على مراكز الاقتراع هو تعبير عن إصرار الشعب السوري الذي قدم تضحيات الكبيرة وحقق الانتصارات، وهو يتابع تحقيق هذه الانتصارات على الإرهاب وصولا إلى آخر شبر من سوريا الموحدة ذات السيادة. اليوم يتابع السوري بناء مستقبله من خلال مشاركته بموجب المواطنة المسؤولة باختيار ممثلينه إلى الدور التشريعي الثالث لمجلس الشعب، ونعلم أهمية مجلس الشعب في سن التشريعات وتطوير وتحديث القوانين. في أرضنا المحتلة فلسطين تستكمل سلطة الآثار الإسرائيلية أعمال الحفر أسفل المتحف الإسلامي الملاصق لباب المغاربة وحائط البراق في الجزء الغربي من المسجد الأقصى. الحفريات الإسرائيلية تستمر بهدف تغيير المعالم العربية والإسلامية للبلدة القديمة في القدس ولفرض وقائع جديدة، فيما تمنع سلطات الاحتلال دائرة الأوقاف الإسلامية من ممارسة صلاحياتها بترميم وصيانة السور الجنوبي الغربي للمسجد الأقصى. وقد قامت سلطة الآثار بتغيير حجارة في السور ونقل قطع منه، إضافة إلى وضع رموز يهودية بحسب ما نقل مختصون فلسطينيون في علوم الآثار. هذا وقد اعتقلت قوات الاحتلال ظهر اليوم محافظ القدس عدنان غيث بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان جنوب الأقصى. وقد جاءت عملية الاقتحام خلال اقتحام استخبارات الاحتلال وقواته منزل محافظ القدس في منطقة الحارة الوسطى في سلوان. تجدر الإشارة إلى أن محافظ القدس تعرض منذ توليه مسؤولياته قبل نحو عامين لسلسلة مضايقات وملاحقات واعتقالات متكررة، فضلا عن منعه من الدخول إلى الضفة الغربية. في هذه الأثناء دعت جمعية نادي الأسير الفلسطينية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسير كمال أبو وعر المصاب بالسرطان وبفيروس كورونا والمعتقل منذ العام 2003، محذرة من أن حالته الصحية تتدهور على نحو سريع. الجمعية وفي رسالة إلى قناة الميادين ناشدت لتحويل قضية أبو وعر البالغ من العمر 46 عاما إلى قضية رأي عام ليتمكن من تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة بين عائلته قبل فوات الأوان. وحملت إدارة السجون الإسرائيلية كامل المسؤولية عن حياته في ظل سياسة الإهمال الصحية المتعمدة ضد الأسرى، لافتة إلى أن حياة مئات الأسرى المرضى باتت في دائرة الخطر نظرا إلى الظروف القاسية والصعبة داخل السجون. في هذه الأثناء استمرت أيضا الوقفات التضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال، وقد نظمت اليوم وقفة تضامنية معهم في مدينة بيت لحم، وقد ردد المشاركون الهتافات الداعمة لمطالبهم ولإضرابهم عن الطعام داعين المجتمع الدولي إلى التدخل لإنقاذهم. وفي الضفة الغربية واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها ولا سيما في مدينة الخليل، وكان الفلسطينيون قد تصدوا ببسالة لاعتداءات قوات الاحتلال في باب الزاوية بمركز الخليل واستهدفوا مواقع لها.
معنا من جنين والد الأسير كمال أبو وعر سيد نجيب أبو وعر، مرحبا بكم. بداية نريد لطفا أن تزودنا بما تمتلكون من معلومات حول الحالة الصحية لنجلكم. سيد نجيب تسمعني؟ أزول شوية محمد. سيد نجيب؟ على ما يبدو السيد نجيب لا يسمعني إلى حين تدارك ذلك وإمكانية التواصل معه. نعتذر منكم مشاهدينا على أن نعود إلى يعني هذا الاتصال، ولكن حتى نبقى في ذات الملف للاستيضاح أكثر في المعلومة ومتابعة هذه القضية ضمن قضية الأسرى ككل، معنا من نابلس مدير عام دائرة العلاقات الدولية والعامة في نادي الأسير الفلسطيني السيد رائد عامر. مرحبا بكم سيد عامر، لطفا نريد أن نعرف آخر المعلومات والمعطيات حول صحة الأسير كمال أبو عر. نعم، يعني بداية مساء الخير لكل كافة المشاهدين. حقيقة وضع الأسير كمال أبو عر وضع صعب للغاية بسبب إصابته كما تعلمي بمرض السرطان مدة طويلة. صحيح. وبالإضافة إلى ذلك إصابته فيروس كورونا، وما زال يعني قيد العلاج وهو في إحدى المستشفيات الإسرائيلية التابعة لحكومة الاحتلال في إحدى السجون. بالتالي لا يوجد أي تواصل مع المحامين أو من خلال عائلته التي لا يسمح لهم بزيارتهم خلال هذه الفترة كما تعلمين، فترة الحجر الصحي. نحاول دائما التواصل من خلال السجون أو من خلال المحامين للحصول على أي معلومات أو أي أخبار عن وضعه الصحي خلال الأيام الأخيرة. طيب، وآخر المعلومة أنه تعرض أو خضع لعملية جراحية ربطا بإصابته بالسرطان بحنجرته، هذا أيضا مضاف إليه إصابته بفيروس كورونا، لكن لا يوجد أي تقييم ما بعد ذلك السيد عامر. صحيح، يعني العملية التي أجريت له من أجل وصل يعني بخصوص التنفس الصناعي له في حنجرته نتيجة ضيق التنفس الموجود لديه بسبب إصابته في مرض كورونا ومرض السرطان، ولم يعني يطرأ أي وضع جديد أو أي معلومات جديدة تصلنا من المستشفيات أو من إدارة السجون أو من الصليب الأحمر. طيلة الأيام الماضية تواصلنا مع الصليب الأحمر من أجل الحصول على أي معلومات، وكما تعلم يعتبرونا معلومات سرية الصليب الأحمر، إذا أرادوا أن يبلغوا الشيء يبلغوه مباشرة للعائلة فقط، لا يسمح لهم بنقل أي معلومة سوى لعائلة الأسير. طيب. سيد عامر، نحن سنعود لوالد الأسير، لكن في معلومة أخيرة حول التواصل خارج هذا الإطار من أجل قضية كمال أبو عر. يعني خارج هذا الإطار نحاول في نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى وكل المؤسسات التي تتابع ملف الأسرى تسليط الضوء على معاناة الأسير وعلى خطورة الوضع الصحي، وخاصة من خلال تجربتنا التي يعني عيشناها طيلة السنوات الماضية. عشرات الشهداء سقطوا نتيجة الإهمال الطبي ونتيجة اللامبالاة من قبل مصلحة السجون وعدم تقديم العلاجات اللازمة لهم، وحضرنا بشكل واضح إذا لم يفرج عن الأسير كمال أبو عر لا سمح الله سيستشهد مثل باقي الأسرى الذين يعني سبقوه، وكما تعلمي حتى الشهداء الذين استشهدوا نتيجة إصابتهم بمرض السرطان أو غيره ما زالت جثامينهم محتجزة وتستخدمهم إسرائيل وحكومة الاحتلال ضمن مساومات وضمن ابتزازات ضد الشعب الفلسطيني. أشكرك جزيل الشكر سيد رائد عامر، أنت مدير عام دائرة العلاقات الدولية والعامة في نادي الأسير الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من نابلس ومنها إلى جنين. يعود وينضم إلينا والد الأسير كمال أبو وعر السيد نجيب. تسمعني سيد نجيب؟ نعم معك. أهلا بك. لا أدري إذا كان لديكم أي معطى خاص خلا ما قدمه السيد عامر بالنظر إلى الحيثية التي تفضل بطرحها بأن الصليب الأحمر يقدم مباشرة أي معلومة جديدة لذوي الأسرى، وهنا نتحدث عن الأسير تحديدا كمال. لا يا ستي، ما في أي فائدة من وراء الصليب الأحمر، يعني وكأنها منظمة غير موجودة. أنت بتلجأ إليهم كمنظمة إنسانية تكون محايدة، لا نريد شيء منهم، نريد فقط الاطمئنان. ومديرة الصليب الأحمر في جنين حكت هذا حقهم ويجب أن يكون، وهذا اليوم الرابع أو اليوم الخامس، وإحنا ننتظر
أي أخبار عن ابننا. نحن ممنوعين من زيارته، ممنوعين من الاتصال تليفونيا، ممنوع حدا حتى يسرب أي معلومة عن الأسير. وبالتالي احنا طلع هم ممكن بيشيعوا يعني مصلحة السجون، إدارة مصلحة السجون، هم بينزلوا بيان، البيان مثل كلته، وهذا الصليب الأحمر نفس الشيء بتقول لي احنا غير مصرح لنا إلا إن نقول لك آه مصاب بالكورونا. طيب شو وضع الصحي؟ طب خلينا نطمئن عليه، خليه يحكي معانا تليفون، خليه شو حتى من وراء الزجاج، اسمحوا لنا نشوفه عن بعد. ما في. طيب سيد نجيب، يعني هل تتواصلتم مع أي جهة أخرى غير الحديث عن محاولة الوصول لمعلومة عن طريق الصليب الأحمر؟ هل تواصلتم مع أي جهة أخرى؟ طبعاً إخواننا اللي في شؤون الأسرى هم بيقوموا بالمهمة نيابة عنا. السلطة بكل طاقاتها وكل جنودها مجندة لمشان نستطيع نصل لمعلومة مجزية بالنسبة للأسير كمال. حتى سفرائنا بالخارج عم بيشتغلوا بكل قوة، أعضاء اللجنة المركزية بيشتغلوا بكل قوة على الأقل لإطمئنان على يعني حتى يوصلون معلومة نطمئن فيها. لحتى الآن للأسف الشديد لا يوجد معلومات. هل من رسالة تودون إرسالها سيد نجيب؟ والله أنا بناشد العالم كله يوقف، مش بس مع ابني كمال، يوقف مع أسرى فلسطين. حتى للأسف الشديد حتى أسرانا أو أولادنا يحرموا من الدفن في التراب بوجود أهليهم، يأخذوا الجثة ويرموها في مقابر الأرقام، لا نعلم عنهم شيئا. سيد نجيب، بالنسبة للواقع الصحي لحالة من أجلكم بموضوع فيروس كورونا، هناك بعض الأصوات التي تحدثت وحتى من داخل الأسر، من داخل الحركة الأسيرة، إن كان ناشدت على مستوى حالة الأسير نجلكم كمال أو حتى على مستوى حال الأسيرة ككل، في تعمد للإهمال الصحي، وهناك تعمد فيما نقل من بعض الأصوات لنقل فيروس كورونا لعدد من الأسرى. والله يا أختي أنا ما بقدر أشهد هذه الشهادة لأنها ليس على اطلاع. لا أنا قادر أطلع لا على أحوال ابني شخصيا، مش على أحوال كل الحركة الأسيرة. أنا مش قادر أعلم شيء صحيح حتى أزودك فيه، إنما أنا محروم من الإطلاع على وضع ابني، محروم من الإطمئنان عليه. أمه تتمنى لو كلها سلام عليكم يما أنا بخير، لا نريد أكثر من هذا، هذا محرومين منه. أشكرك جزيل الشكر سيد نجيب أبو وعر، والد الأسير كمال أبو وعر، كنت معنا عبر الهاتف من جنين. نقدر كل ما تمر به ونتمنى بالفعل أن يحسم هذا الملف إلى جانب ملف الأسرى، وهي قضية محقة ومستمرة وتتعرض لنوع من الإهمال ليس فقط على مستوى المحيط العربي وإنما على مستوى الدولي، ذلك الذي يتغنى بالمساواة والحريات وما إلى ذلك. سنبقى في ملف أيضا فلسطين، أرضنا المحتلة فلسطين، سننتقل للقدس المحتلة للحديث عن عملية تسييس الآثار. معنا المتخصص بشؤون القدس سيد جمال عمر. سيد عمر، في سياق هذه النشرة كنا عرضنا لموضوع ما تقوم به سلطة الآثار الإسرائيلية، عمليات الحفر أسفل المتحف الإسلامي الملاصق لباب المغاربة والعديد من التفاصيل بما فيها تغيير حجارة في السور ونقل قطع منه. نحن هنا عندما نتحدث عن هذه التفاصيل وفي أكثر منها، ما الهدف الذي تريد إسرائيل الوصول إليه؟ نعم أختي الكريمة، حياكم الله والمشاهدين الكرام. نقول لكم أن الأمر يعود إلى حقبة تاريخية قديمة جدا، وتذكرون جيدا ما يسمى وزير الدفاع والحرب الصهيوني موشي ديان الذي سرق الآثار الفلسطينية من كل أرجاء فلسطين، وكان يريد صناعة رواية يهودية لأنهم لم يجدوا لهم لا جذور ولا رواية ولا ما يحضرون، وكل مرة لا يجدون آثار كنعانية ويجدون آثار عربية وإسلامية ومسيحية، لكن لا يجدون مطلقا ولو حجر واحد يدل على وجود يهودي في فلسطين على الإطلاق. ثم بعد ذلك تطورت الأمور، وكان أخطر شيء يريدون فيه إيجاد موطئ قدم هو المسجد الأقصى ومحيطه. فشاهدتم 57 حفرية، شاهدتم الفلان، شاهدتم تحني يسلم كنيس حول الأقصى، شاهدتم أيضا لابد أن الإعلاميين الأبطال الفتائيين الذين يهبطون تحت الأرض شاهدوا المجرم ديفيد فريدمان، هذا الفاجر المرسل من هناك العصر دونالد ترامب، ويقول هذا يوم يهودي، هو وزوجة يعني نتنياهو سارة، يقول هذا يوم يهودي أمريكي. أمريكا التي نشأت على جماجم 51 مليون هندي أحمر، تقول أمريكا
3400. طيب سيد عمر، أنت تشير لجانب مهم دكتور لو سمحت لي. موشي ديان قام بسرقة الآثار كما تفضلت، بل وأهداها خطا توقيعه على بعض الآثار التي سرقها من أرضنا المحتلة فلسطين. في عملية مسجد الأقصى تحديدا، الرواية الإسرائيلية تريد أن توصلها إسرائيل أو تجعلها حقيقية، ما هي؟ لا سيما عملية تغيير أو سرقة حجارة من السور سور الأقصى، أو عمليات الحفر تحت مناطق بعينها أيضا إن كان تحت المسجد أو في محيطه. نعم سيدتي، نحن نراقب ذلك يعني بدقة متناهية يوميا، ونمر في ذات الموقع، وهناك حفريات علنية وهناك حفريات سرية مكتوب على باب الأنفاق، واليهود يسمعوننا الآن ويترجمون ما نقول، ونتحداهم أن يأتوا بالحقيقة. مكتوب على بعض الأنفاق يمنع الدخول منعا باتا، وهي تتجه نحو الأقصى تحت المتحف الإسلامي، وأسفل مصلى النساء في المسجد الأقصى المبارك، وأسفل حائط البراق، كلها أنفاق سرية جدا لا نعرف عنها شيء. بقية الأنفاق فتحت حتى للسائحين، وحتى أن حكومة نتنياهو قد اجتمعت في إحدى الكنس في حائط البراق خلف جدارنا، هكذا سموه. إذن الرواية اليهودية المكتوبة هي تحويل القصور الموية والقصور العدائية التي هي ملاصقة تماما للمسجد الأقصى المبارك، حولوها إلى مطاهر لما يسمى الهيكل، هذا الصنم المعبود من الله. إذن هم يريدون صناعة تاريخ يهودي مصطنع، وبالتالي سرقوا حجر من القصور ووضعوا أمام الكنيست. كل علماء الآثار وكل علماء العمارة يقولون بمنتهى الصراحة والوضوح هذه آثار عربية واضحة جدا، هذه تشبه العمارة الموجودة في دمشق، تشبه العمارة الموجودة في القدس، وتشبه العمارة أيضا الموجودة في سائر أنحاء العمارات الأموية في الأندلس. وبالتالي هم لا يستطيعون تجديد الحقيقة أمام العلماء. أما أمام دواعش الاحتلال، كل شيء مروي من هذا الجانب جمعية العاد اليهودية وصفة الأثار الصهيونية كله شيء بقرة مقدسة، تقدسون الرواية الصهيونية. ممتاز دكتور، ما تشير إليه مهم جدا، بأنه لا يوجد ما استطاعت إسرائيل أن تبرزه على صعيد روايتها بما تقدمه بيهودية الدولة انطلاقا من الآثار، لكنها بسبب ذلك تحاول حتى تغيير ربما معالم وإخفاء وتدمير بعض الآثار التي تساعد أيضا على تكذيب هذه الرواية. شكرا جزيلا لك دكتور جمال عمر، متخصص في شؤون القدس، ضيفنا كنت معنا عبر الهاتف من القدس المحتلة. متواصلون بتقديم السابعة، ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد في السابعة من الميادين، والتي نستأنفها من بغداد التي زارها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والتقى نظيره العراقي فؤاد حسين، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية. زيارة الوزير ظريف تأتي قبل جولة لرئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي تشمل السعودية وإيران والولايات المتحدة. عبد الله بدران. هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد حادثة اغتيال القائدين سليماني والمهندس، وتسبق زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى إيران ب48 ساعة، ضمن جولة تشمل الرياض وطهران على أن تلحق بهما واشنطن. زيارة بدأت بلقاء بحثت فيه العلاقات بين البلدين مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. الملفات الثنائية كانت في الطاقة ومواجهة كورونا، لكن الأهم فيها هو متابعة ثنائية لملف اغتيال القائدين. من الضروري حماية سيادة العراق، وأكد السيد الوزير على أن قوة العراق تعني قوة المنطقة. هذا بالنسبة إلى العلاقات الثنائية، فيما تصر مصادر مسؤولة على أن وضع العراق يعطيه الأهمية كوسيط ومحور للتقارب الإقليمي بين دول المنطقة، وبمثل اعتزازه بما وصفه بتعميد العلاقة بدم الشهداء في مواجهة داعش، أعلن ظريف دعمه خيارات العراق التي أعلنها نظيره فؤاد حسين. مرحوم شهيد سپهبد قاسم سليماني، اغتيال شهيد سليماني والشهيد المهندس يمثل خسارة كبرى في مواجهة داعش، والعراق وإيران سيتابعان هذا الموضوع بقوة. إذن هي زيارة تؤكد فيها طهران عمق علاقتها ببغداد، تاركة لها خيارها في تثبيت سياسة النأي عن المحاور. دور العراق في الوساطة ما بين إيران والسعودية، إذ أن مصطفى الكاظمي سيمسك هذا الملف بيده، وهو الملف الذي سينقل حكومته من منطقة القلق إلى منطقة الأمان.
وينتقل الوزير ظريف بعد لقاءات بالرئاسات العراقية إلى إقليم كردستان العراق للقاء مسؤوليه. جدول أعمال مزدحم بلقاءات الرئاسات العراقية، جدول الأهم فيه كما يؤكد الوزير ظريف المشتركات بين بغداد وطهران، كل المشتركات وعلى رأسها اغتيال القائدين سليماني والمهندس. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. بحث رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تنسيق الجهود لمحاربة الإرهاب. الفياض أكد أهمية زيارة ظريف إلى بغداد قبيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران، مضيفا أن اللقاء بحث العلاقة بين البلدين وأفاق التعاون ودفع مسيرة العلاقات بما يضمن مصالح الشعبين والبلدين. إذن كما أسلفنا، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف توجه بعد وصوله إلى بغداد مباشرة إلى مكان استشهاد الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد القائد أبو مهدي المهندس ورفاقهما إثر عملية اغتيال نفذتها القوات الأمريكية. فما هي الدلالات والرسائل لوجوده في هذا المكان قبل الشروع في اللقاءات الرسمية؟ ملحم ريا. لم يكن شهر كانون الثاني يناير الماضي شهرا عاديا بما حمله من تطورات خطيرة على المستوى الإقليمي كادت أن تشعل حربا كبيرة بين إيران والولايات المتحدة. في بدايته اغتالت القوات الأمريكية قائد قوة قدس في حرس الثورة الشهيد الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وعددا آخر من القادة. كانت لحظة مفصلية بالنسبة إلى طهران التي أكدت أن ما قبل الاغتيال ليس كما بعده. جاء الرد الإيراني الأولي سريعا على الاغتيال باستهداف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد. بعد أشهر متعددة توجه إيران رسائلها من جديد عبر هذا المشهد. وزير خارجيتها محمد جواد ظريف يزور موقع الاغتيال والاستشهاد بعدما وطأت قدماه أرض بغداد مباشرة. فجريمة الاغتيال لم تسقط بالتقادم بالنسبة إلى إيران، والأولوية لا تزال لمحاسبة القوات الأمريكية وللرد الاستراتيجي بإخراجها من المنطقة. وهذا ما بدا واضحا في مباحثات ظريف مع المسؤولين العراقيين وفي تصريحاته أيضا. ولعل مسألة متابعة عملية الاغتيال قانونيا وسياسيا هي أبرز ما تناوله الرجل خلال الزيارة، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والسياسية بين البلدين. لقاء ظريف مع مختلف الشخصيات وزيارته إقليم كردستان العراق كانت رسالة واضحة أيضا أن إيران تدعم وحدة العراق ومؤسساته الدستورية ولحمته الوطنية، وإلى جانب ذلك تدعم الحشد الشعبي كقوة عراقية رسمية كان دورها بارزا في القضاء على داعش في العراق. لكن لا يخفى على وزير خارجية إيران حجم التناقضات والتجاذبات الداخلية العراقية، وخاصة فيما يتعلق بسلاح الحشد الشعبي وبإخراج القوات الأمريكية، برغم أنه قرار وافق عليه البرلمان، وهما مسألتان قد لا يجامل فيهما صانع القرار الإيراني كثيرا. ملحم ريا، طهران، الميادين. شهدت مدينة بورتلاند الأمريكية مظاهرات متواصلة وسط خلافات بين السلطات المحلية والفيدرالية بشأن كيفية التعامل مع الوضع. المتظاهرون تجمعوا في مختلف أنحاء المدينة، فيما توجهت مجموعة كبيرة منهم إلى محطة سيارات أمام مركز للشرطة في شمال المدينة، حيث قاموا بإغلاق الطرق المحيطة به وإضرام النار في سيارات الشرطة. كما اقتحم المحتجون مقر جمعية شرطة بورتلاند وأضرموا النار فيه، في فيما عمد عدد آخر منهم إلى سد مداخل مركز العدالة ومقر القضاء الفيدرالي وسط المدينة. هذا وقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. أكد مجلس الدفاع الوطني المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الالتزام بحل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية، مشروطا بوضع حد للتدخلات الخارجية وبالقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الميليشيات المتطرفة. المجلس بحث في اجتماعه قضية سد النهضة الأثيوبي، وأكد استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء السد وتشغيله بما يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.
قالت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا أنها قد تنظر في فرض عقوبات على منتهكي حظر توريد السلاح إلى ليبيا، داعية الأطراف الأجانب الداعمين لطرفي النزاع هناك إلى وقف فوري للقتال. موسى عاصي. وضع الأوروبيون ولا سيما فرنسا وإيطاليا خلافاتهم بشأن ليبيا جانبا وتوحدوا في مواجهة الخطر التركي الآتي عبر البوابة الليبية. قادة فرنسا وإيطاليا وألمانيا اجتمعوا على هامش القمة الأوروبية المخصصة للبحث بخطة الإنعاش الاقتصادي في بروكسل، وأصدروا بيانا هددوا فيه باتخاذ إجراءات وعقوبات ضد الأطراف الذين يخرقون حظر تصدير سلاح إلى ليبيا، موقف يعد بالشكل عالي اللهجة وموجه مباشرة إلى الجانب التركي الذي صعد من وتيرة تدخله المباشر في الأزمة الليبية، لكنه يبدو في المضمون ضعيفا جدا، فهو لم يسمي تركيا بالاسم خلافا لبيانات ومواقف أوروبية سابقة صدرت خلال الأسابيع الماضية ولا سيما عن الجانب الفرنسي. ومرد هذا الضعف يقين يترسخ لدى الأوروبيين بأن خطوات أردوغان الاستفزازية في ليبيا تحظى بدعم أمريكي مطلق، وأن ما كان يقال همسا في عواصم أوروبية خلال الأسابيع الماضية عن ضوء أخضر أمريكي لهذه التحركات خرج إلى العلن مع تصريح مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، الذي اتهم قبل أيام الأوروبيين بالانحياز بتحركاتهم في الملف الليبي، وأنهم لا يستهدفون سوى تحركات الطرف التركي ولا يأتون على ذكر التحركات الروسية عبر مجموعات فاغنر. الواضح أن البيان الثلاثي الفرنسي الألماني الإيطالي أخذ بتحذيرات شينكر فجاء عاما مربكا وبلا تسميات ليزيد من فقدان الأوروبيين بوصلة التحرك في أزمة ليبية كانوا أول من صنعها عام 2011 عندما أسقطوا بالقوة نظام القذافي السابق. موسى عاصي، جنيف، الميادين. أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد لا ينجحون في التوصل إلى اتفاق على خطة إنعاش اقتصادي. هذا ومدد القادة الأوروبيون قمتهم في بروكسل بعدما أخفقوا في التوصل إلى اتفاق خلال جلسات الأمس. وتتركز الخلافات حول قيمة المساعدات والقروض في إطار صندوق مؤقت لمكافحة الأزمات بقيمة 750 مليار يورو. هناك إرادة حسنة كبيرة للتوصل إلى اتفاق، لكن من الممكن أن لا يجري التوصل إلى نتيجة اليوم، ولا أستطيع حتى الآن القول إن كنا سنتوصل إلى حل. أبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغبته في تقديم حلول لإبرام اتفاق بشأن صندوق التعافي الاقتصادي خلال قمة الاتحاد الأوروبي. ماكرون أضاف لدى وصوله إلى اجتماعات اليوم الثالث من أعمال القمة أن ذلك ينبغي ألا يكون على حساب طموحات الاتحاد، مشيرا إلى أن الساعات المقبلة ستظهر مدى إمكانية التوافق بين الأمرين، ولفت إلى أن الدول الأوروبية بحاجة إلى التكاتف بسبب الأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية. اعتقلت الشرطة التركية 27 شخصا بشبهة الانتماء إلى تنظيم داعش، بينهم أشخاص من جنسيات أجنبية. وقالت السلطات الأمنية التركية إن المجموعة كانت تستعد لشن هجمات في 15 منطقة بمدينة إسطنبول، وأضافت أنها علمت أن هؤلاء أمروا بتنفيذ هجوم انتقاما لمنشورات أهانت النبي محمد في مواقع التواصل الاجتماعي. قضى 50 شخصا من جراء غرق قارب للاجئين في بحيرة فان شرق تركيا. الحصيلة توصلت إليها السلطات بعد 3 أسابيع من عمليات البحث. وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن القارب كان يحمل نحو 60 راكبا، وجرى توقيف 5 أشخاص للاشتباه بتورطهم في الحادثة. أعلن نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اليمنية يحيى شرف الدين عن وصول ناقلة الفيول بريزو إلى ميناء الحديدة بعد احتجازها نحو 4 أشهر من قبل التحالف السعودي. وفي تغريدة له في موقع تويتر قال شرف الدين إن القافلة أو الناقلة عذرا محملة بنحو 29,000 طن من البنزين، مشيرا إلى أنها لا تغطي كل الاحتياجات. وأضاف أن التحالف السعودي يواصل القرصنة ضد باقي السفن برعاية الأمم المتحدة ومباركة مبعوثها المقتاتين على دماء الشعب اليمني ومعاناته وفق تعبيره.
جدل جديد يفتحه الجيش شريك الحكم في السودان بإعلانه البدء باتخاذه إجراءات قانونية لملاحقة من يتهمهم بالإساءة إلى القوات المسلحة من الناشطين والإعلاميين. الخطوة أثارت استنكار الصحفيين والحقوقيين ورفضهم باعتبارها استهدافا للحريات في السودان الجديد. محمد بو عبد الله. مؤكد للجميع، هل بات نقد الجيش من المحرمات في السودان؟ ذاك ما ترفضه شبكة الصحفيين السودانيين، فالقوات المسلحة بالنسبة إليها ينبغي ألا تكون فوق النقد بعد ثورة شعبية أطاحت الرئيس البشير. أكثر من سنة مر على مقتل عشرات المتظاهرين خلال فض اعتصامهم خارج وزارة الدفاع، ولا تزال التحقيقات حبيسة الأدراج. لا حساب للمتورطين، وهو ما يدفع ناشطين وجماعات حقوقية إلى اتهام الجيش بعرقلة التحقيقات. يرد الجيش السوداني على التهمة بأن المذنبين سيعاقبون، ولكن متى؟ يجري الحديث اليوم عن إجراءات عقابية قد تنفذ بحق ناشطين والصحفيين قبل أي عقاب يمس من سفكوا دماء المتظاهرين. إهانة الجيش هي التهمة، والتفاصيل تأتي في وقتها المناسب تقول قيادته، لكن العمل بمقتضى هذه الإجراءات بدأ منذ شهرين على ما يبدو، عندما عين الجيش أحد جنوده مفوضا لفتح البلاغات ومتابعة الشكاوى. أما المعارضون لهذه الإجراءات القانونية فيرونها توجها خطرا للانتقاص من حرية التعبير وتهديدا للرأي العام السوداني، بل يعتبرونها من مخلفات نظام البشير. وتراها شبكة الصحفيين منافية للعهد الديمقراطي الجديد المأمول في السودان، ويثير بقاؤها تساؤلات حول مشاركة العسكر في حكم المرحلة الانتقالية. قد تكرس الملاحقات تكميما للأفواه، ولا سيما بعد انحراف السودان الجديد نحو التطبيع مع إسرائيل، وقد يصبح نقد هذا التوجه إهانة للسلطة أو العسكر. والحال إن كانت كذلك سيكون انقلابا من القيادات العسكرية على الإرادة الشعبية، لا تقاسما للسلطة بين العسكر والمدنيين بهدف الانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي. ذاك ما صنعته الإمارات والسعودية بدعم ثورة مضادة بمباركة أمريكية على حساب طموح السودانيين. في خبرنا الأخير، وقع رئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون قرارا تاريخيا متعلقا بالمهمة الاستراتيجية لردع الحرب في البلاد وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية. وكان الرئيس قد قل ظهوره العلني كثيرا خلال الفترة السابقة، وقد ترأس اجتماعا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم، تلاه اجتماع مغلق مع قادة عسكريين رفيعي المستوى. وخلال الاجتماعين نوقشت إجراءات تعزيز ردع الحرب في البلاد مع تطورات الوضع في شبه الجزيرة الكورية وضرورة تسليح القادة الشباب في الجيش. الآن نذكر بعناوين السابعة. تمديد فترة الاقتراع في الانتخابات التشريعية في سوريا، والأنظار تتجه إلى أداء مجلس الشعب الجديد. الاحتلال يعتقل محافظ القدس مجددا، ونادي الأسير يحذر من اعتداءات الاحتلال على الأسرى المرضى وبينهم كمال أبو وعر، ويطالب بالتدخل لإنقاذهم. وزير خارجية إيران في بغداد: المحطة الأولى وقفة أمام موقع استشهاد سليماني والمهندس ورفاقهما، وتشديد على أهمية قضيتهم وعلى حماية سيادة العراق. مجلس الدفاع الوطني المصري يؤكد الالتزام بحل سياسي للأزمة الليبية ووضع حد للتدخلات الخارجية، ويشدد على سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن في ليبيا. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.